بسم الله الرحمن الرحيم. انا الام يخلف رانيا، نتمنى من المحسنين باش يعاونوني من وزاره التضامن باش تتكفل بالابن نتاعي باش تواصل العلاج نتاعها. درت لها عمليه في الترك والحمد لله العمليه ناجحه 100%، ونتمنى من السلطات ومن الشعب الجزائري باش يتكفلوا بالبنت تاعي باش يعاونوها وتكمل العلاج نتاعها. والعلاج تاعها ماشي شهر ولا شهر، احنا ما حناش عارفين زعما المده اللي تتعالج فيها. درت لها العمليه ونجحاتها، راها رجليها مسرحين الحمد لله. بقات لي لاتمام العلاج. الله غالب. انا انسان موظف عمومي نخدم في البلديه، وتعرفوا صحاب البلديه شحال يخلصوا، حارس بمدرسه ابتدائيه، ما باش نعيشهم الحمد لله. نتمنى من السلطات المحليه، سلطات التضامن، تشوفنا هذه الفئه، نتمنى هذه الفئه هي اللي فيها الخير. وبنتي ماشي اللي مقطوعه الامل باش تنوض تتمشى، عندها ليسبوار 100%، عندها امل باش تنوض تتمشى وتجري. بس انا الله غالب، خاطرها تحوس هي معاهم، هي متحيه مسكينه في الدار.